شاء الله شرح الماضي البصري. بصينا معانا يا اولاد، يعني ايه ماضي؟ ماضي يعني حاجة حصلت وخلصت وانتهت، يعني عاوز اتكلم على حاجة خلصت. بصينا الله يكرمكم، عندنا الافعال بتاعتنا، ادي كلمة كوك، يطبخ، سي يرى، فيزيت يزور، جو يذهب. لو بصينا الله يكرمكم على كل الافعال من بدا بايه؟ بدا بالياء، يعني ما ينفعش اقول منى تذهب الى المدرسه امس، ما ينفعش اقول انا ازور القاهره امس. يعني قصدك ايه يا مستر؟ يعني ان كل الافعال دي يا سنة اعدادي او سنة ثانوي كلها مش هتنفع، مضطر اعمل ايه؟ مضطر ان احول كل الافعال الموجوده عندي الى الماضي. طب ايه الحيله؟ ايه الطريقه يا مستر ان احول بيها الافعال للماضي؟ ابص الله يكرمكم، احنا عندنا الافعال في الانجليزي ذا فيرب مقسم الى نوعين، ريجولر والفعل الثاني او اسمه irregular. هيجي عمرو يسالني يعني ايه ريجولر يا مستر؟ يعني عادي. هتيجي نادر تقول لي irregular يعني غير عادي. طب ايه قاعدتهم يا مستر؟ ده ملهوش قاعده، ده شاذ. لكن هنا لو بصينا على الافعال هذه، ادي كلمه كوك الله يكرمكم، عاوز احولها للماضي، قال لك القاعده احط لها اي دي او دي او اي اي دي، بمعنى ادي يطبخ. عاوز احولها طبخت كوكد، ضفت لها يا اولاد اي دي. طب كلمه يوز يستخدم منتهيه بايه؟ منتهيه باي، يبقى احط لها ايه بس؟ احط لها دي. كلمه زي بلاي، بلاي يعني يلعب، ممتازين خالص، اضيف لها ايه؟ ايدي، تحولت الى الماضي. ده يا ولاد اسمه تصريف اول، وده اسمه تصريف ثاني. الافعال الشاذه او الجزء الثاني او النوع الثاني من الافعال ملوش قاعده، بمعنى حضراتكم ادي سي، ينفع يا مستر احط لها دي او ايدي؟ لا، لازم احولها الى كلمه ثانيه تبقى سو. سي يعني يرى، وسو يعني راى. كلمه يا ولاد زي كلمه جو، جو يعني يذهب، احسنتم. عايز احولها للماضي وينت، يبقى كده بالعقل يا اولاد. مين اصعب؟ الاصعب ده يا مستر لازم احفظ المضارع واحفظ مين؟ الماضي. كده بفضل الله تعالى تعالوا نطلعوا القاعده مع بعض. انا في الماضي بستخدم التصريف الاول ده ولا التصريف الثاني؟ التصريف مين؟ الثاني. يبقى القاعده بيقول لك يتكون من التصريف الثاني للفعل. التصريف الثاني اللي هو مين ده؟ معناه ماضي ولا مضارع؟ معناه ماضي يا مستر. اجيبه ازاي؟ ابص، لو فعل عادي احط له انا مغمض اي دي، طب لو فعل شاذ لازم اعمل له غصب عني حبس. طيب يبقى حضراتكم ادي الماضي البسيط. عاوزكم بفضل الله تعالى تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم باقي شرح الماضي البسيط وباقي القواعد. ذاكروا وسلموا اموركم لله، كلكم ان شاء الله تنجحوا.